قاعد تسوين؟ لحظة خلينا نتفاهم. ندى ندى اعطيني فرصة نتكلم. عسر تجيبين رسالة وتمشين. ناصر اسمعني، أنا عمري ما ركبت تلمبش وراء أحد غيرك أنت، بس عشان أبين لك إيش كثر أنت حقير وكذاب. صدقيني ندى، كل الكلام اللي مكتوب في الرسالة من كل قلبي. خطبتك حق ليلى من قلبك بعد؟ لي أنا خطبت ليلى؟ أنا ما خطبت أحد. سمعي ندى، عشان نسكر حوج الناس خليني أخلص تجارتي مع أبوك ورح نتزوج. ما تدري أنا إيش كثر أحبك. خلاص ندى روحي البيت، خاف أحد يشوفنا مع بعض وأنا خاف على سمعتك. يلا ما شاء الله عليك يا ولدي يا سالم، ما شاء الله عليك. أنت الحين تشرف أي واحد يناسبك، شنو هالإنجاز هذا في وقت قياسي يعني؟ الحمد لله يا رب. اللي يعجبني فيك إصرارك ما شاء الله عليك. بس يا ولدي تعرف في أشياء صغيرة لازم الواحد بعد يراعيها وهي مهمة. لازم بعد أشاور البنت وأشاور أمها وأشوف شو يقولون، تشاور يعني. ها؟ إن شاء الله يا عمي، بس أنا يعني أحس إنه ما له داعي هالرسميات هذه يا عمي، يعني أنت اللي مربيني وأنت ولي أمري، أنت مو بس ولي أمري، أنت ولي أمر الاثنين يعني. فأنا أقول أنت حط الموعد وخلنا نتوكل على الله. أنت داعي مستعيد، أصبر علي أصبر. رصتك يا ولدي، خذ راحتك. يلا. جدك صنع تاريخ ومجد كبير، مجد أكبر. جدك كان قاضي الديرة كلها، صنع لك مجد قدمه بيدك، ليش يضيع كل اللي سواه؟ معقولة أنت؟ أنت يا غريب تفكر بطريقة غير معقولة، طريقة بعيدة عن الواقع، ما تتماشى ويا الدنيا.